الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من بعثه الله رحمة للأنام، محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبدك ونبيك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. ما أظن أحد في هذا الكون مهما على قدره وإيمانه وصلاحه وتقواه ما مر عليه هم، ما مر عليه ضيق، ما مر عليه حزن، ما مر عليه شيء يشغله، ما مر عليه أماني يتمناها، غايات يتمنى حصولها. كلنا أنت آدمي فيك روح، إذا لابد تمر عليك مثل هذه الأعراض. طيب، يفترض أعلم نفسي إن إذا اغتميت أو اهتميت أو خفت أو عندي أمنية ولا غاية ولا أمل، سواء أرجوه أنا من نفسي، انتظره أنا من نفسي أو انتظره من غيري، علم نفسك إنك تلجأ إلى الله. أول من تطرح نفسك بين يديه والله جل في علاه. لماذا؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه القدير والعزيز، فالله على كل شيء قدير. اللي تراه أنت بعيد عند الله قريب، واللي تراه صعب وعسير عند الله يسير، واللي تراه محال عند الله ممكن. الله جل في علاه إذا أراد أمرا وشيئا فإنما يقول له كن فيكون. موسى عليه السلام لما خرج خائفا وقدم الخير للفتاتين قال الله عز وجل عنه: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا من أجمل أشكال التوسل، تتوسل إلى الله عز وجل بضعفك وعجزك وعلمك بعزة الله وقدرته، يعني يا رب أنت الغني وأنا الفقير، أنت الغني وأنا المحتاج، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت ما تحتاج إلى أحد، لكن يا رب أنا محتاج إليك في كل ذرة من ذرات عمري وكل نفس من أنفاس حياتي وكل حركة وكل سكنة. أنا لا أستغني عنك مثقال ذرة ولا أقل من ذلك. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يا رب أنا ترى محتاجك، مهما عطيتني ومهما أكرمتني ومهما أنعمت علي أنا أظل محتاجك. قال الله عز وجل مباشرة: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. مباشرة جاء الجزاء، فجاءته إحداهما مباشرة، بمجرد ما دعا وتوسل وانطرح بين يدي الله عز وجل وتذلل له جاء الفرج. والله أقرب طريق إلى الفرج التذلل لله عز وجل. تبي تختصر المسافات والزمن، من حقك تفكر بالأسباب ومطلوب منك تفكر بالأسباب، لكن اجعل أعظم سبب وأول سبب تلجأ إليه وتطرق بابه هو الله عز وجل. الله قادر على أن يفتح لك كل الأبواب، الأبواب المغلقة التي لا تفتح لأحد الله قادر يفتحها لك ويسرها عليك ويذللها لك، لكن إلجأ إلى الله. فاصل ونواصل مع قصة أخرى من قصص الأنبياء والصالحين في لجئهم إلى الله عز وجل. الحمد لله، عودا على بدء،
زكريا عليه السلام يتمنى الولد، مع أن كل أسباب وجود الولد تكاد تكون غير موجودة معدومة. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة وكانت امرأتي عاقرة. تصور، لا سبب موجود وجود الولد، لا هو موجود في الأب ولا موجود في الأم. الرجل اشتعل رأسه شيبا وبلغ من الكبر عتيا والمرأة عاقر، ومع ذلك هذا ما منعه أن يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الله أكبر، رغم كل فقد أسباب وجود الولد تأتي البشارة من الله عز وجل. لكن متى جاءت البشارة؟ بعد أن لجأ العبد لله عز وجل. قال الله عز وجل عن زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف، مباشرة لجأ إلى الله عز وجل وتوجه إلى الله عز وجل. أنت إذا احتجت، مهموم، مغموم، ضايق، متكدر، عندك أمنية بخاطرك، لا تستصعب شيء على الله عز وجل. الله قادر، الله رب الأسباب كلها سبحانه وتعالى. يا مناس والله العظيم الطبيب حكم عليه أنه ميت، والله قالوا لا ارجع موت عندها لك، ما لك علاج عندنا. مات الطبيب ومات الممرض وماتت الطبيبة وماتت الممرضة، وهذا المريض اللي قالوا له ارجع موت عندها لك إلى الآن حي. فأنت علم نفسك وعود نفسك واجعل من ثقافتك في تعاملك مع الله عز وجل أن أول باب تضربه باب الله عز وجل، وتأكد أنك سترى من الله ما يسرك. موسى عليه السلام قال رب نجني من القوم الظالمين. موسى سأل الله عز وجل نجني من القوم الظالمين، الله أجاب دعوته، سمع هذه الكلمة بإذنه من والد الفتاتين. قال الله عز وجل فلما جاءه وقص عليه القصص على والد الفتاتين قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يعني الله أجاب حتى بالكلام، مو بس نجاه، حتى الكلمة اللي انت قلتها سمعناك إياها من والد الفتاتين، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لأن موسى عليه السلام لجأ إلى الله عز وجل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأنت لا تظهر الاستغناء عن الله عز وجل. الله من أسمائه الغني، الغني يعني ما يحتاج إلى أحد أبدا، لكن الخلق كلهم محتاجون إلى الله عز وجل. فأنت لابد تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، تتعبد لله عز وجل بمقتضى اسمه الغني، تتعبد لله بمقتضى اسمه القيوم، تتعبد لله بمقتضى اسمه القدير، بمقتضى اسمه العزيز. يعني يا رب أنا أسألك لأني أعلم وأوقن وأشهد أنك على كل شيء قدير. فلذلك أنا أسألك الغالي وأسألك الرخيص، أسألك البعيد وأسألك القريب. إلجأ إلى الله وسترى من الله ما يسرك.